فقد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري الكنيسة المعلقة والمتحف القبطية بمجمع الأديان بمصر القديمة. تأتي هذه الجولة لرفع درجة الاستعداد للمنطقة الأثرية لاستقبال زائريها خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أكد وزيري على ضرورة الاستعداد في مثل هذه المناسبات ما يتناسب مع قيمة المكان دينيا وتاريخيا وأثريا، حيث أنها تضم في رحابها أهم وأعرق كنائس مصر التي يمتد تاريخها إلى عصور مصر القديمة.